السلام عليكم. قصة الطفلة تالا. الطفلة تالا كانت تعتني فيها الخادم الأندونيسي. تالا البنت الصغيرة للعائلة المتوسطة من الأب والأم، وبنات تقريبا 7 8 سنوات أكبر من تالا اللي عمرها حوالي 6 سنين. الأم مدرسة، بتروح تدرس وبتأخذ بنات ثنتين معها يدرسن، وأبوها بروح على الشغل البعيد عن البيت حوالي 10 دقائق. وهاي عيشت طفلة تالا مع الأندونيسي الخادمي. طبعا الأندونيسي إلها حوالي تقريبا 10 سنوات بتخدم في بيت مخدومها، سمعتها كويسة وطيبة وبحبوها أهل البيت كثير جدا. والبنت والخادم الأندونيسي لطيفة جدا مع العائلة والأولاد وبتحبهم. طلع الصبح الأبو على الشغل اللي هو بعيد عن البيت حوالي 10 دقائق، والأم إلى المدرسة مع بناتها، وتركوا في البيت تالا والخادم الأندونيسي. عند رجعة الأم في ذلك اليوم إلى البيت بسيارتها ومعها بناتها الثنتين، حاولت تفتح الباب، باب الدار، فوجدت الباب مغلق من الداخل. حاولت عدة محاولات لكن الباب مغلق لا يمكن فتحه. طبعا البيت فيه الخادمة الأندونيسية والطفلة تالا. رن التلفون على تالا، على الأندونيسي الخادم، ما ردت على التلفون. وحاولت قدر الإمكان إنها تدخل البيت، ما قدرت. فسألت جارتها إن كانت شافت تالا والأندونيسي طالعات من الدار، كانت لها لا ما شفتهم طالعين. اتصلت في الوالد في أبو تالا حتى يجي ويفتح، لأنه معاه نسخة لباب خارجي يدخل منه الرجال. لكن الجارة حكت لأم تالا أنه تتصل بالدفاع المدني، واتصلت فعلا بالدفاع المدني. وأبو تالا طلع من شغله بعد ما اتصلت فيه أم تالا، مشغول البال ومسرع جدا. المهم حضر الدفاع المدني واضطر إلى خلع الأبواب، وخلع الأبواب ودخل الطابق السفلي. وركضت إحدى البنتين من خوات تالا إلى الطابق العلوي لرؤية تالا، لأنها تقيم في الطابق العلوي مع الخادم. عندما دخلت البنت تشوف أختها تالا الصغيرة أغمي عليها ورجعت تبكي. إيش في يا ماما؟ إيش في؟ طلعوا الدفاع المدني يركضوا فوق على الطابق العلوي، فوجدوا تالا مذبوحة من الوريد إلى الوريد. وجدوا الخادمة الأندونيسية نايمة على الأرض وبتنازع، يعني مغمى عليها. فالدفاع المدني والطب الشرعي كله أخذ الجثة تاعت تالا وجثة الأندونيسية الخادمة إلى المستشفى مسرعين. ولغاية الآن أبو تالا ما وصل، اللي هو بعيد حوالي 10 دقائق، صار له متأخر بيجي ساعتين.
طبعا امتالة حزنت، وتعرفوا قلب الأم والخوات. أبو تالا عمل حادث بالطريق من السرعة الجنونية، وحدث رجل ودهس سيارة قدامه، عمل فيها حادث ومات الرجل السائق. واجت الشرطة ونقلوهم جميعا للمستشفى. وهناك في المستشفى تواصلوا أم تالا وأبو تالا، وعرف شو جرى لبنته، تأثر كثير طبعا وحزن، وويلو الحادث اللي عمله مع شخص آخر وانتقل إلى رحمة الله تعالى. كان الموضوع صعب جدا جدا جدا. والأندونيسية تم علاجها وشفائها، وبالتحقيق معها ليش قتلت البنت وليش انت شربتي كلور. قالت انا اجتني رسالة SMS وقالوا لي انه انت في اليوم الفلاني قريبا راح تغادر السعودية وما راح تقدري ترجعي، وانا بحب تالا ومتعلق فيها كثير، فكيف بدي افارقها؟ قلت بقتلها وبقتل نفسي. قتلت البنت وما قتلت نفسها. المهم عوقبت القصاص. ابو تالا طبعا يعتبر في برقبته دم، عندما عمل علمه اهل القبيله، قبيله المقتول بالحادث، انه ابو تالا كان مسرع وبنته انقتلت، فعفوا عنه ولم يطالبوا لا بدية ولا بأي شيء. وهاي قصة تالا والخادمة الأندونيسية. أما قصة فلاح وأخوه حسين، فلاح وأخوه حسين أبوهم طبعا مات وترك لهم قطعة أرض يزرعوا فيها، وأمهم ماتت، وعندهم أخت أكبر منهم متزوجة، وأخت أصغر من الاثنين موجودة معهم في الدار. حسين راح على العسكرية وخدم هناك سنتين ونص، وفلاح بيشتغل بالأرض، وقاعدين بإحدى القرى والريف. خلص حسين العسكرية ورجع، قال له يا أخوي هاي الأرض ما بتطعمينا خبز، ولازم نروح ندور لنا على شغل في المدينة. فلاح قال له أنا من هون بطلعش، خليني أنا وأختي هون بزرع على قدي وبوكل على قدي، وأنت الله يسهل أمرك. قال له أنا اتصلت بواحد من أصدقائي اللي كان يخدمه معي، وحكالي في مصنع بجنب بيتهم وبده موظفين أو عمال. قال له توكل على الله. فعلا راح واشتغل في مصنع الفحم والأراجيل وما شابه ذلك عن طريق صاحبه، بيعرف المعلم صاحب المصنع. وصار حسين يشتغل في المصنع وفتح عينيه كويس، وأصبح في يوم من الأيام مدير المصنع. ولما صار مدير المصنع في هناك قسم للبنات، صار يفوت على قسم البنات اللي بيشتغلن، والرجل مجتهد وشاطر ما شاء الله عنه، وكانت على وشك أن تعجبه ابنية من البنات. وبعدين صار ظرفه عدل وبطل، لكن اتعرف عليها وعرف منها شغلات كثيرة، وبعدين بطل يتعرف على أساس للزواج، وقف العلاقة. فالرجال اتصل في أخوه فلاح
قال له أختي الصغيرة شو أخبارها؟ قال له أختك الصغيرة بدها تتجوز بهاليومين إن شاء الله، تعال أحضر عرسها. فعلا راح حسين وحضر عرس أخته هو وفلاح لأحد أقاربهم، وبعدها فضل البيت على فلاح. قال له حسين أنا عندي بالمصنع في شغل وبقدر أشغلك إذا إنك أنت ناوي. قال له مدام أختي اتجوزت ما ظل ليش قاعد في الدار لحالي، بدي أجي معك وأشتغل في المصنع. وفعلا أجا وشغلوا حسين في المصنع الفحم. حسين بيوم من الأيام حسين وهو بيشتغل وبحط الكميات والمواصفات لخلطة الفحم وتزحلق رجله ويجي جوات الماكينة، والماكينة على الكهرباء كسرت ضلاعه تكسير، طفوا الكهرباء عنها وأنقذوا حسين اللي هو مدير المصنع من الفناء والموت، ونقلوه على المستشفى وعنده إغماء وتقريبا كل إشي متوقف عنده ما عدا نبض هالقلب. بعد ما عملوا له عدة عمليات وحطوه تحت الأكسجين وقعد حوالي شهر زمان، أخوه فلاح في المصنع كان يشتغل. طبعا في مدير المصنع وفي صاحب المصنع، صاحب المصنع هو وفلاح أخوه لحسين أخذوه على المستشفى وبروحوا هناك تفقدوه كل يوم تقريبا، صاحب المصنع وفلاح أخو حسين. بهاي الفترة فلاح تعرف على البنت نفسها اللي تعرف عليها أخو حسين، وبده يتجوز فلاح هاي البنت، واتفق هو إياها على الفيزا وعلى الجواز وعلى كل شيء. قالت له بس انت تعال لأهلي واطلبني وأهلي ما بيغلبوك ولا بشي. فعلا راح أخذ معلم المدير، أخذ صاحب المصنع، وراح فلاح وصاحب المصنع على بيت الشغيلة هذه وطلبوها من أبوها ووافق وتزوج فلاح وعاش مبسوط في زواجه. لكن حسين بعد شهر رجعت له الحياة من جديد وطاب، ولكن ظل معاق. صاحب المصنع صرف لحسين مبلغ من المال وقال له افتح لك مشروع. فعلا حسين لك بجنب الدار اللي ساكن فيها هو وأخوه أرض، لكن لما رجع عند أخوه شاف هالبنت عند أخوه بيقول له أني هاي، قال له هاي زوجتي. حسين زي ما تقول يعني إيش خلى بسر الوضع، هاي الزوجة اللي كنت أنا بدي أتزوجها وبطلت عنها لأسباب الله أعلم بها. فقال له ماشي الحال، لا هي بتحكي معاه ولا هذا بيحكي مع هاي، مرت أخوه بيحكيش مع مرت أخوه ولا مرت أخوه بتحكي معاه، بس السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا حسين على العكازات صار يمشي. قال له صاحب المصنع افتح لك مشروع عندك وهاي مبلغ محترم. فعلا بنى براكس، استأجر أرض بجنب الدار وبنى براكس بكر أبقار، وصارت هاي الأبقار بدها أكل وبدها حليب. كانت مرت أخوه فلاح اللي كان هو بده يتجوزها قديما، قالت أنا بشتغل في مزرعة الأبقار لأنها بجنب الدار، بطلت تشتغل في المصنع طبعا وقعدت في الدار. قالت لهم هسه أنا بقدر أشتغل في مزرعة الأبقار أحلب وطعمي وأسكي، بدل ما تجيبوا واحد مثلا بألف ريال أنا بأخذ منكم 800. وافق حسين وقال لها يلا مرت أخوي أنت أبدا من غيرك فعلا وبساعدي أخوي. فعلا صارت هي اللي تحلب وهي اللي ترعى وهي اللي تطعم البقر وهي اللي تبيع، تيجي سيارة الحليب تأخذ الحليب من عندهم عليها سائق، وهذا السائق يشتري الحليب ويأخذه ينقله للمصنع.
المهم في يوم من الأيام فلاح فقد أخوه حسين اللي أصغر منه. سأل مرته وين حسين أخوي؟ قالت له ما بعرف، طلع العصر وما رجعش. استناه لليل ما جاش، لثاني يوم ما جاش، صار يسأل عنه في المصنع هون هون عند الناس اللي بيعرفوه، عند العالم، عند الشرطة، عند اللي بلغ عنه بالشرطة، أخوي اختفى، هاي له صار اليومين وهاي الثالث، وهاي البنت بعدها هي اللي تطعم البقر واللي بتلم الحليب وبتبيع الحليب. ثاني يوم بجيت الشرطة على بيت فلاح، قال له تعال يا فلاح وين زوجتك؟ قال له زوجتي شو بدكم فيها؟ قال له بدنا اياها، مش زوجتك هي اللي بتشتغل في عند الابقار بتبيع الحليب وبتحلب قال له هي، قال له بدنا اياك انت وياها. على مركز الشرطة اخذوهم على مركز الشرطة، هناك قالوا له يا فلاح هذه زوجتك قاتلي أخوك حسين. زوجتي كيف قتلته؟ ليش تقتلوه؟ السائق اللي بيجي بلم الحليب طبعا آخر مرة عمل حادث، والحادث لما عمله انكبت براميل الحليب ونطت منها جثة حسين من البراميل على الشارع. لما اجوا الشرطة على الحادث مسكوا الزلمة الرجال اللي عمل الحادث وشافوا الجثة هاي ملقاة على الأرض وأخذوها هاي على المستشفى الجثة للطب الشرعي، والرجال اللي عمل الحادث أخذوه على المستشفى والشرطة مسكته بدها تحقق معاه تقول له من وين هاي الجثة، وهي تحقق معاه من وين هاي الجثة. اعترف، قال هاي الجثة لصاحب الأبكار أخو فلاح، هذا الرجال إحنا قتلناه أنا ومرت فلاح. قال له ليش قتلته؟ قال صارت علاقة بينه وبين مرت فلاح وهي في مزرعة الأبكار، وكان أجب الصدفة علي وعليها وإحنا متلبسين في الجرم المشهود، أو بهاي الحالة قلنا لازم نخلص منه، ما هو على عكازات. المهم هوتين ثلاثة وقتلنا أنا ومرت أخوي. وين بدنا نوديه؟ حطيناه ببرميل الحليب على ظهر السيارة وكنا رايحين نرميه في منطقة بعيدة ناية، ولكن القدر عمل حادث وبينت جثته، وفي هاي الحالة حولوهم للمحاكم وحاكموهم حكم الشرع وحكم الدين والقصاص، ودفعت الثمن، وهذاك دفع الثمن، كانت مأساة. هاي قصتين بقصة. السلام عليكم.